الخارجية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة. رئيس البرلمان ينفي الاتهامات ويؤكد استمراره في منصبه. زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة تصل ل10%. النمسا الخامسة عالمياً في الأمن وسوريا في ذيل القائمة. الخارجية تؤكد عدم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي حالياً. واعتقال عصابة ترويج مخدرات ذات خلفية نازية. تفاصيل النشرة من النمسا ميديا لهذا اليوم. رحب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ بالهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل. في نفس الوقت عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة. وأمل شالينبيرغ في تخفيف المعاناة من خلال الهدنة الإنسانية، ورحب بالاتفاق على إطلاق الرهائن. جاء ذلك بعد لقاء نظيره الاستوفاكي الجديد يوراج بلانا في فيينا، حيث أكد على أهمية دور استوفاكيا الموثوق به في هذه الأوقات الصعبة ودعمه لتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى غرب البلقان ومكافحة الهجرة الغير شرعية. ووصف روسيا بأنها أكبر تهديد أمني على أوروبا في ظل التوترات مع أوكرانيا. نفى رئيس البرلمان النمساوي فولفغان سوبوتكا الاتهامات الموجهة له واعتبرها غير صحيحة في بيان صحفي مختصر اليوم الخميس. ورفض سوبوتكا الاستقالة من منصبه على خلفية اتهامات المعارضة بسوء استغلال منصبه، واعتبر التسجيل المسرب غير قانوني، مؤكدا عدم مخاطبته لمسؤول سابق في وزارة العدل، وعرب عن أسفه للجدل الناجم، وبالرغم من ذلك أكد استمراره في منصبه بحسب القانون. أعلنت الحكومة النمساوية عن زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة 9.15% اعتبارا من الأول من يناير 2024. وتوصلت نقابة الخدمة العامة النمساوية GED مع نائب المستشار فيرناند كوغلا ووزير المالية ماغنوس برونا إلى الاتفاقية، والتي تشمل زيادة بنسبة 9.15% بحد أدنى يبلغ 192 يورو، وتؤثر الزيادة على أكثر من 227 ألف شخص، مع تأثير غير مباشر على 317 ألف موظف في الولايات والبلديات، من ضمنهم المعلمين ورجال الشرطة. حازت النمسا على المرتبة الخامسة عالميا في مستوى الأمن حسب دراسة جديدة نشرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية على أخطر دول العالم وأكثرها سلما لعام 2023. وصنف الإصدار 17 من مؤشر السلام العالمي السنوي KPE الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام 163 دولة ومنطقة مستقلة تضم 99.7% من سكان العالم، وتصدرت أيسلندا القائمة للعام الرابع عشر، تلاها الدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا والنمسا، فيما جاءت أفغانستان تليها اليمن وسوريا كأكثر الدول خطرا على حياة الإنسان، وقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 131. حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ من تفضيل أوكرانيا على البوسنة والهرسك في قرار بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأشار شالينبيرغ في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز إلى خطورة تجاهل البلقان وتفضيل أوكرانيا في القرار القادم، وحذر من تبني المفوضية الأوروبية منظورا غير متوازن يؤدي إلى كارثة جيوستراتيجية، مطالبا بتعزيز مواقع البلقان وأوكرانيا لمواجهة النفوذ الروسي. وفي الخبر الأخير، اعتقلت الشرطة النمساوية عصابة ترويج مخدرات في سالزبورغ، حيث تم القبض على 4 أشخاص وضبطت لديهم أسلحة حربية ومواد نازية.
قدرت قيمة المخدرات المضبوطة بنحو 250 ألف يورو، حيث باعت العصابة أكثر من 13 كيلوغراما من الحشيش و5 كيلوغرامات من الميثامفيتامين و70 غراما من الإكستاسي. وقد بدأت التحقيقات في مارس، وأثناء عمليات البحث في المنازل تم ضبط العديد من الأدلة الأخرى بما في ذلك أجهزة تخزين البيانات وأكثر من كيلوغرامين من الحشيش وحوالي 200 قرص من المواد المخدرة، وتم ضبط الأسلحة حربية بينها رشاشين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم ليصلكم كل جديد. كنت معكم أنا أسامة زهير ومن خلفي كادر العمل، ونتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى اللقاء.